بس انا ما رحت الله هي بركة. الموقع ده بيخليك تعمل سيستم فاميلي زي وول سيلينج فلور روف وتحملها عندك حاجات. الله هي. مش احنا قلنا الكلام ده ما ينفعش، ما هو مش بيديك فاميلي تعملها، هو بيديك ملف ار في تي يعني ملف بروجكت وانت تحمله وهتلاقي فيه الوولز فتقدر تنقلها من مشروع لاخر. يعني خلينا نقول مثلا انا عايز اعمل وول، فبيبدأ يسألني المواصفات الوول اللي انت عايزها. طيب فبقول له مثلا الكاتيجوري، انا عايز مثلا الكاتيجوري ديت، التايب بتاعها، المصنع، البرودكت، وابدا اضيف الليارات اللي انا عايزها. تبقى سريعا وتقدر تغير الترتيب بتاعهم لو انت حابب بالشكل دوت. وبعد كده الرول بتظهر لك هنا، فبتقول له ابنها لي، فبيقول لك انت عايز تحمل الملف نوع ايه، داونلود لايه. فبقول له مثلا عايزها ريفيت، بيعمل لك كريت للفايل او اوتوكاد او 3D بارت او كات شيت او جي بي جي. طبعا كات شيت دي مهمة جدا للي عايز يطبع كلي صراحة زي كده. بيحمل لك الملف وتفتح تفتحه وتروح قايل كوبي لأي ملف انت عايزه. أنا حددت ملف ريفيت وقلت له داونلود، هو بيحمله الناين دول. تقدر تغير الاسم ده في أي لحظة. الديسكتوب هوت شو فولدر، وهقول له بعد كده فكلي الملف دوت. لو ملف الريفت هوت، هو طبعا عامله على 2015 عشان يفتح معاك 2015 16 17 زي ما انت عايز. فتح اهوت وجايب لي الصورة ليها بشكل جميل جدا اهوت، بلاي سيكشن كل حاجة زي ما انا عايز كده، يسهل عليا لو انا عايز اطبعه. طيب دلوقتي مثلا انا عايز انقله من ملف لاخر، في اكتر من طريقة ان انا انقله. أسهل طريقة إن أنا أجي من مانج وأقول له أنا عايز أعمل ترانسفير بروجكت ستاندرد سيك نان، وأقول له أنا عايز الوول تايب، وأقول له أوكي. فلما تيجي تقول له أنا عايز أرسم وول، هتلاقي النوع اللي إحنا عملناه اللي هو النيمد وول تقدر ترسمه بالشكل ده.